السلام عليكم متابعين قناة سام سبورت. وأخيرا منتخبنا راح يلعب مباراة ودية أمام منتخب عالمي قبل مواجهتنا مع منتخب إيران. وبصراحة شفتوا أنا حكيت بأكثر من فيديو أنا ضد أنه نلعب مباراة ودية مع منتخب يكون بقارة بعيدة، لا، ولكن اليوم المنتخب اللي راح نلعب معه جاي على ملعبنا وعلى أرضنا الافتراضية يلي بالأردن. إذا هيك ما عندنا أي مشكلة، يا أهلا وسهلا بالضيوف وتفضلوا لعنا، خلينا نلعب مباراة ودية، بس ارحمونا شوي. يعني مو بعرف انتم منتخب عالمي وموصلين لكأس العالم مرتين، وبعرف عندكم تصنيف كان ممتاز جدا وحاليا نحن تصنيفنا افضل منكم، ولكن رجاء يعني ما تكتر الجوال علينا. نحن بدنا ندرب بس اللعيبة، بدنا نجرب خليل الياس وعبد الرحمن ويس اللي اعلن نادي اوبيت كريت انضمام عبد الرحمن نويس رسميا للمنتخب السوري. ورح نحكي شوية تفاصيل، شوية حباشات عن المنتخب اللي رح نلعب معه المباراة القادمة. والأخبار بنسبة 95% مأكدة انه رح نلعب مباراة ودية، فقط عم نستنى تأشيرات الدخول للمملكة الأردنية الهاشمية الحبيبة. ان شاء الله تعالى رح نلعب مباراة ودية هناك. وطبعا كالعادة اتحاد كرة القدم ما نشر هذا الشيء، ولكن من بعض اشخاص واعلاميين مقربين جدا ومهتمين بالكرة السورية وبالمنتخب الاول بالتحديد. هدول الاخبار حصرية واخبار نظامية 100%. وطبعا المنتخب اللي رح نلعب معه مباراة ودية منتخب ريندات توباغو، اسم مركب، فقط انا رح اعطيكم الاسم الاخير توباغو مشان الاختصار. رح نعطيكم شوية معلومات، شو تصنيفه، لوين وصل، كم مرة تأهل لكأس العالم، وهذا هو شعار الاتحاد تبع توباغو. مثل ما حكينا تأهل مرتين لكأس العالم، وتم تأسيس اتحاد توباغو لكرة القدم بعام 1908. تخيلوا، اتحاد من الاتحادات القديمة جدا، وانضم للفيفا بعام 1993، يعني من المنتخبات العريقة والمنتخبات الكبيرة بالفترة السابقة. ومثل ما حكينا منتخب ترينداد توباغو تأسس بعام 1908 وانضم للاتحاد الدولي الفيفا بعام 1963. ولقب المنتخب، يعني كنية المنتخب مثل ما بصيحوا لمنتخب سوريا منتخب نسور قاسيون، فهذا لقب محاربو سوكا، يا عيني رح يحاربوا معنا محاربة هدول. وترينداد توباغو تابع للاتحاد الكونكاكاف في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، كونفدرالية فرعية يعني تابعة للاتحاد الأمريكي. اسم المدرب دينيس لورانس، الله على هيك أسماء. قائد المنتخب كاليم هيلناند، الله أكبر. وهداف التاريخي للمنتخب ستريين جون بسبعين هدف، وأكثر لاعب كان مشارك مع المنتخب NVSF ب117 مباراة. والمفاجأة، أعلى تصنيف لهم كان بالعام 2001، كان تصنيفهم 25 على مستوى العالم، شايفين؟ وأدنى تصنيف لهم كان بعام 2010، ترتيبهم على مستوى العالم كان 106. وتصنيفهم الحالي بعام 2021 لشهر آب، تصنيفهم وصل ل 103 على مستوى العالم. وأكبر فوز لهم، ركزوا، أكبر فوز لمنتخب ترينداد توباغو كان على أنغوليا 15-0. 15-0 يا جماعة، الله يستر منتخبنا. وهذا الفوز كان بعام 2019، مو يعني من زمان. وأكبر خسارة لهم كان مع منتخب المكسيكي 7-0، يعني نصف اللي سجلوهم قبل. وكمان خسروا مباراة أمام الولايات المتحدة الأمريكية 7-0 ب31 يناير 2021 بهذا العام يعني. وكان لهم فوز بعام 1995 على غينيا البريطانية 4-1. فإذا هذا هو أبرز مباريات، طبعا اللاعبين مباريات كثيرة، ولكن هذول المعلومات الموجودة على عمو جوجل. وعنده 16 مشاركة بكأس الذهبية اللي لعبوها بآخر أسبوعين تقريبا، وشارك فيها المنتخب القطري يلي وصل فيها لدور نصف النهائي وخسر أمام أمريكا 1-0، طبعا المنتخب القطري. وأفضل نتيجة لهم كان بمشاركتهم بالكأس الذهبية كان بعام 1993، كان وصيف البطولة. هذا المنتخب اللي نحن عم نطمح نلعب معه، هذا المنتخب يعني فيه له فائدة. مو تروح تلعب لي مع منتخب أرمينيا،
منتخب يعني متواضع جدا بحياته ما شارك بكأس أوروبا. كم مرة المنتخب وصل لكأس العالم؟ طبعا حلم كل منتخبات العالم انه وصلوا لكأس العالم ويلعبوا بكأس العالم، لأن هذا حلم لأي منتخب مثل ما حكينا. وأول وصول لهم لكأس العالم كان بعام 1934، هو من المنتخبات العريقة والمنتخبات القديمة اللي تأهلوا لكأس العالم. والتاني وصول لكأس العالم كان بعام 2006، يعني عنده مشاركتين كأس العالم وعنده 16 مشاركة بكأس الذهبية. فإذا هذول أبرز المعلومات عن المنتخب ترينداد توباغو، إن شاء الله يكون الاسم واللفظ صحيح. ومثل ما حكيت أنا بكثير من الفيديوهات، أنا ضد هيك مباريات ودية، ولكن لا، ما زال هن جايين لعنا يا أهلا وسهلا. ولكن إنه المنتخب يسافر لأمريكا الشمالية أو لأستراليا، فصعب جدا، يعني تكلفة مادية كبيرة للمنتخب، أو أيضا راح يكون في تعب كبير للاعبين، روحة وبيقامي هونيك أسبوع زمان ورجعة وتروح تلعب مباراة إيران، فتكلفة وتعب جدا للمنتخب. لا، ما زال نحن معسكرنا بالإمارات أو بالأردن، يعني في بعض المعلومات عم تحكي إنه راح يكون في معسكر بالإمارات قبل التوجه للأردن حسب المعلومات المتضاربة، فراح نلعب مباراة ودية بالأردن. ليش؟ ركزولي على كلمة ليش. مشان الانسجام، مشان نجرب خليل الياس وعبد الرحمن ويس. عبد الرحمن ويس وصوله للمنتخب أو التحاقه بالمنتخب بنسبة 95%، وحسب ما شفنا من بعض الأخبار الشبه الرسمية إنه نادي أوفي كريت اليوناني أعلن رسميا إنه التحاق الكابتن عبد الرحمن ويس بالأيام القادمة. فمثل ما حكينا بنسبة 95% عبد الرحمن ويس راح يكون مع المنتخب. راح نستنى الكابتن خليل الياس بالأيام القادمة على أساس موعد وصوله للمنتخب أو التحاقه بالمنتخب، كان بتاريخ 21/8، ومثل ما صرح الكابتن نزار محروس. وحاليا نزار محروس متواجد بالأردن رفقة مسؤول التجهيزات في المنتخب، ووصل وفد من الاتحاد الآسيوي حاليا عم يجربوا تقنية الفار. فإذا هذول أبرز الأخبار عن منتخبنا، إن شاء الله تكون أخبار صحيحة، وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم، وتظلوا بخير وصحة وسلامة. السلام عليكم متابعي قناة سما سبورت.